ومشاهدينا الاقتراب أكثر من هذا المشهد، ينضم إلينا من القدس دكتور حسين أديك الباحث في الشؤون الأمريكية. مرحبا بك معنا دكتور. مرحبا بك وبالسادة المشاهدين. إذن تبادل للهجمات بين حزب الله وإسرائيل، كيف ترى هذا المشهد من احتدام مكثف، يعني يتماشى أيضا مع الأوضاع المضطربة بالفعل في الإقليم؟ لا شك أنه بعد تعثر المفاوضات التي قام بها الوسيط الفرنسي لودريان في بيروت وفي باريس وفي تل أبيب أيضا، وهذه الوساطة التي استمرت لفترة طويلة لمحاولة تخفيف التصعيد ما بين الجانبين، إضافة إلى الضغط الأمريكي منذ اليوم الأول بعدم فتح جبهات جديدة، يبدو أن الرد على ذلك جاء من خلال هذا التصعيد والهجمات المتبادلة ما بين الجانبين والتصعيد الإسرائيلي بالذات. ما قامت به إسرائيل في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وأمام صمت العالم لن يكون أمامها أي عائق أن تحدث ذلك في لبنان، ولكن العائق الأساسي هو العائق اللوجستي والعمليات. المقاومة اللبنانية تمتلك أضعاف ما تمتلكه المقاومة الفلسطينية، ويبدو أن هناك حسابات لدى القيادة العسكرية والسياسية في تل أبيب في أي عملية مستقبلية في جنوب لبنان. حتى الآن لا زالت تلتزم بقواعد الاشتباك ضربة مقابل ضربة، حتى لو تتخطط شمال الليطاني أو جنوب الليطاني كما نعم هو محدد، ولكن أعتقد أن المعادلة لا زالت ملتزمة بالردع والردع المضاد، ولن تكون أبعد من ذلك. إذا تحدثنا عن الأزمة الداخلية الموجودة السياسية لدى الحكومة الإسرائيلية، والأزمة على مستوى الجيش والقيادة العسكرية ورفض الخدمة العسكرية والتورط في قطاع غزة وفي الضفة الغربية من الناحية العملياتية والعسكرية واللوجستية، أعتقد أنه من المستبعد أن يكون هناك عملية برية في جنوب لبنان للجيش الإسرائيلي، وستبقى تلك الضربات ضمن الضربة والضربة المضادة، أو قد تكون هذه الضربات مقدمة دكتور لإعادة حسين، إحياء. يعني هذه الضربات، وأنت حضرتك ذكرت أن إسرائيل اتخذت من الفراغ السياسي في لبنان يعني مزيدا من يعني الخطوات التي تسير بها بأكثر سرعة من أجل ضربات أكثر في المنطقة إقليميا واحتدام الأوضاع، ولكن ما أي إنجاز إسرائيل تحققه من خلال هذه الضربات التي تتلقى في المقابل لها مرة أخرى من قبل حزب الله؟ نعم، تحاول خلط الأوراق الداخلية في داخل لبنان. الساحة اللبنانية هي ساحة متنوعة وبين فرقاء لبنانيين وآراء سياسية مختلفة، ليس الحال اللبناني كما هو حال الجبهة الفلسطينية في قطاع غزة أو في الضفة. هناك قوى لبنانية لديها مواقف من قواعد الاشتباك ما بين المقاومة اللبنانية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، وهناك تباينات كبيرة إضافة إلى الأزمات الداخلية، الأزمات الاقتصادية، الفراغ الحكومي، مشكلة اللاجئين السوريين. الحالة اللبنانية الداخلية معقدة ومتشابكة جدا، تحاول إسرائيل استغلال هذه الأزمات الداخلية في لبنان من أجل تحقيق بعض الإنجازات من خلال هذه الضربات المعمقة والمركزة لمواقع المقاومة اللبنانية في الجنوب اللبناني وتخطط شمال الليطاني. ولكن الذهاب إلى مواجهة مفتوحة مع المقاومة اللبنانية أعتقد أنه لا زال أمرا مستبعدا، لأن المقاومة اللبنانية لديها عمق جغرافي مفتوح مع الأراضي السورية إلى العمق العراقي والإيراني، ولديها البحر ولديها من الترسانة العسكرية ما يفوق المقاومة الفلسطينية أضعاف أضعاف. لذلك ستبقى تحسب القيادة العسكرية في إسرائيل كل الحسابات في حال الدخول في مواجهة مباشرة ونظامية تقليدية مع المقاومة اللبنانية، وأعتقد أنها سوف تستمر في قواعد الاشتباك التي أصبحت بحكم الأمر الواقع قائمة منذ اليوم الثاني بعد 7 أكتوبر دخول المقاومة اللبنانية على خط المواجهة والاشتباكات.
نعم، كيف ترى خطورة مد هذه الأزمة وسط هذه التوترات الإقليمية، وأيضا يعني دخول بلدان أخرى أو ما هو أكثر من مجرد حرب أو اشتباكات بين إسرائيل والدول المجاورة، بل إقليميا الآن نشهد يعني دخول عناصر أخرى في المشهد؟ نعم، الشخص الوحيد المعني بدخول جبهات أخرى هو بنيامين نتنياهو، لأن إذا دخلت جبهات أخرى ومعارك أكبر وأوسع، ستصبح جبهة غزة بالنسبة لنتنياهو هي أمر بسيط، وهناك قضايا كبرى يتم التركيز عليها. لذلك قد ينجو نتنياهو من الفشل والإخفاق الذي لحق به في قطاع غزة، ولكن أعتقد أن المجتمع الدولي وخاصة القوى المحورية والمركزية في المنطقة، وهي الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، روسيا، غير معنية بافتتاح جبهات جديدة. إضافة إلى ذلك أن دول العربية الوازنة تتحدث عن مسار سياسي ما بعد الحرب في قطاع غزة، المعروفة بالسداسية العربية برئاسة المملكة العربية السعودية، وفي ضمن التحالفات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية والتوازنات الدولية والإقليمية، ليست معنية كل الأطراف بتوسيع الصراع، ولكن بتقييد هذا الصراع وجعله محصورا في قطاع غزة، والتوصل إلى هدنة مؤقتة ووقف دائم لإطلاق النار فيما بعد. أما فتح جبهات جديدة، أعتقد أن هذا سيؤدي إلى تهديد المصالح الأمريكية في المنطقة، وهذا ما لا ترغبه واشنطن في ظل حالة من الانتخابات الداخلية والاحتقان الشديد داخل المجتمع الأمريكي في سنة انتخابية عاصفة، والأزمات السياسية والحزبية التي تعاني منها حكومة بنيامين نتنياهو حتى اللحظة في العمق الإسرائيلي نعم والداخل الإسرائيلي، والخسائر التي تتكبدها يوميا في قطاع غزة، صحيح، فهي ليست معنية بدخول حرب مفتوحة في جنوب لبنان. نعم، أشكرك جزيل الشكر على كل هذا التوضيح والتحليل. كنت معنا من القدس مباشرة دكتور حسين أديك، الباحث في الشؤون الأمريكية.